السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. هيا اتكلمنا مرة واثنين عن القطن الأورجانيك. هو قطن فيه تجربة جديدة وفريدة من نوعها في ظل الأزمة الكبيرة اللي بمر بيها بالفعل مزارعين القطن في مصر. مساحات تراجعت من ملايين الأفدنة أو 1.5 مليون فدان إلى 130,000 فدان، يعني شيء لا يذكر. الآن دلوقتي دكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة المنوفية ووزير زراعة الغلابة كما يطلق عليه المزارعين، عمل تجربة في إعادة العصر الذهبي للقطن. احنا معانا النهاردة دكتور محمد فتحي سالم، أستاذ زراعة الحيوية. أهلا بحضرتك. أهلا بك شعبان بيه، ربنا يخليك. في ظل ان احنا بنعاني دلوقتي من ازمة كبيرة في محصول القطن اللي كان في فترة من الفترات عمود من اعمدة الاقتصاد المصري في الستينيات، حضرتك شايف قبل ما نتكلم عن تجربة حضرتك وعن القطن الاورجانيك، ايه وضع زراعة القطن في مصر وايه السبب اللي احنا او السبب وراء الوضع الحالي وما وصلنا اليه في موضوع القطن؟ ليه احنا بينا كده في اهم محصول اقتصادي العالم كله بيتكلم عنه وهو القطن المصري؟ بحييك جدا على الاستضافه شعبان بيه، وبحييك على اختيار الموضوع. قبل ما نتكلم على موضوع القطن، درست الموضوع كويس. خليني اقول لك بالارقام، وده تعرف منه حال القطن في مصر. احنا من حوالي 25 سنه كان قطن عندنا بنزرع 2,300,000 فدان، وده كان بكلام حضرتك ان كان فاتح بيوت الفلاحين، وده عمود من احد اعمدة الاقتصاد الزراعي في مصر. النهارده لا تتجاوز المساحه المنزرعه في مصر 160,000 فدان. ليك تتخيل، 2,300,000 بنزرع دلوقتي 160,000 فدان. وصلنا ل 130 في 2016. وال 160,000 فدان دول انتاج متدني جدا. خد بال حضرتك برده فرق كبير ان انا اعمل حاجه اخلي الفلاحين يقبلوا عليها، ودي كان هنا مبادرتنا ان الفلاح بيزرع القطن بالنهارده ال 160,000 فدان ولا يتجاوز 8 ل 9 امتار. 4 ل 5 امتار تكاليف الزراعه. من الزراعه لغايه جني القطن. تكاليف فعليه 4 ل 5 امتار، فيبقى الفلاح ايه؟ من 2 3 امتار. مش اقتصادي. على مدى ان القطن بيقعد في الارض من 150 ل 160 يوم. فكان الفلاح ده شغال في 5 6 شهور ببلاش. ببلاش فعلا. فبيسيب المحصول. وممكن يشتغل يزرع بداله لب بطيخ او لب كوسه، يقول لك ده اقتصادي، الفدان بيجيب لي 50,000. تخيل لما احنا هنقزقز لب ويبقى اقتصادي عن القطن. اذا في خلل في منظومه الزراعه. الخلل ده ممكن تقع فيه وزاره الزراعه، ممكن دي سبب احد اسبابه، ان احنا ما عندناش اداره رشيده للزراعه. اما عملنا التجربه، انا خليني اقول لك كده مباشر على طول، فوجئت ان زملائنا في وزاره الزراعه مش متعاونين بالقدر الكافي. انا حسيت في الاخر، انا كنت في الاخر فتح ايدي للتعاون مع كل الناس في مصر. اي حد يضيف في معول بناء الزراعه المصريه انا معاه. اما جينا عملنا التجربه، احنا واصلين 18 امتار قطن بدرجه عاليه جدا، ومفيش اسمده كيماويه نهائي. الفدان الواحد 18 فدان الواحد. اما اكلم حضرتك مشاكلنا ايه في القطن في مصر. القطن مترطب بالاسمده الكيماويه والمبيدات المكافحه الحشريه بتاعته بتدمر كل حاجه حيه في مصر. ليك تتخيل ان مبيدات القطن هي احد اسباب تدمير النحل في مصر، نحل العسل. وبالتالي ما عندناش احنا نحل عسل الا بمبيدات. فكان المنظومه منها ايه؟ ما نعرفش نصدر كيلو عسل. صح. بسبب متبقيات المبيدات اللي من القطن. طيب لو زرعنا باميه وملوخيه زي الفلاحين زمان كانوا بيحملوا، بتاكل حضرتك باميه وملوخيه بالسموم، من هنا جت المبادره، هل ممكن نزرع قطن ويعدي 13 14 امتار؟ دي كانت المبادره بتاعتنا. يعني كان التارجت بتاعي ان انا ازرع قطن اورجانيك واعدي 13 14 امتار. اما جينا نعمل دي، عندنا هاجس بيجري معانا في نفس السيناريو. الرئيس السيسي افتتح مجمعين صناعيين كبار قوي لغزل والنسيج، واحد في الروبيكي وواحد في المحله. فعلا. وللاسف في وزير محترم جدا اسمه الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع اعمال، عايز يحيي زراعه القطن. في عز ما وزاره الزراعه نايمه في القطن، صناعه الغزل والنسيج. صناعه الغزل والنسيج ليه؟ لان احنا حالا دلوقتي بكلمك بالارقام دلوقتي، قبل المجمعين الصناعيين الكبار دول، احنا بنستورد 2.2 مليون امتار قطن قصير التيله لمصانعنا. لما نفتح المجمعين الصناعيين دول، احنا عايزين من 10 ل 12 مليون امتار قطن استيراد.
ركز في الرقم كويس. احنا حالا يعني هندفع ملايين الدولارات. هنحول لبره للهند. حضرتك ذكرت ان احنا بنستورد بحوالي 7 مليار مليار دولار. ال 2.2 دلوقتي 7 مليار دولار. ال 2.2 مليار دولار دول احنا الرقم ده خد بالك ايه؟ رقم صادر من وزير قطاع الاعمال الدكتور هشام توفيق. طب تخيل لو الرقم ده ضربناه في خمسه، اذا مصر هتستورد قطن ما يقرب من 30 ل 35 مليار دولار. بقينا اكتر من القمح. خد بالك شوف الرقم بقى دلوقتي. طب هل احنا مع المجمعين الصناعيين دول مصر عن طريق وزاره الزراعه قادره ان تزرع ما يقرب من حوالي مليون فدان بس؟ 600,000 فدان في الصعيد، عشان اخلي دي كانت المبادره بتاعتنا بتاع الصعيد. انا عايز اخلي المزارعين في الصعيد يزرعوا قطن وياخد انتاج اقتصادي عن الفلاح. خد بالك عشان يكمل الفلاح ده اذكى واحد في مصر. بس محدش فاهم، محدش فاهم دماغه. فلاح لو لو القطن ما دخلش لغة الشعبان مينيمم 14 امتار لغايه 20-21 امتار، يعني مش هيزرع، مش هيزرع القطن لانه مفيش مكسب، هيسيبه ما لوش عائد. ويقول لك خلي دوله تستورد. طب دلوقتي وزاره الزراعه بتزرع في الصعيد صنف اسمه جيزه 95. الصنف ده اتقدم للناس ان هو صنف قصير الطيله، فعلي هو طويل التيله. خد بال حضرتك لما دخلت جوه دقيس الموضوع، وانا بقيس الياف فايبر القطن عشان ادرسه فعلي، ده من اقطان، من اقطان طويله التيله. ومن الاقطان العالميه المميزه لو اهتمينا بيها. للاسف خليني اقول لك بقى الرقم، ودي احد برضو اسباب قبل ما اخش في فنيات الموضوع. انطار القطن الدوله بتتعامل مع اخر ثلاث سنين بمتوسط 1700 ل 2500 جنيه الانطار. يعني اعتبرها متوسط 2200 جنيه امطار القطن في مصر. مش جايب حق الساعه، ما يجيبش ثمنه. ففلاح ليه ما بيزرعش؟ بيقحم عن زراعه القطن. طيب امطار القطن الاورجانيك بتاعنا ب 600 دولار، يعني اراوند 10,000 جنيه. بليه الاجانب بيعملوا ايه؟ ملوك القطن الاورجانيك في العالم كله تصنيع السويسريين. ما حدش يتكلم ورا السويسريين في تصنيع القطن الاورجانيك خالص. الناس دي عملت ايه؟ اما اقول لك اما اقول لك 600 دولار، سعر الدولار النهارده اراوند 15-16 جنيه، فما يقرب من 9000 10,000 جنيه الامطار. امطار الواحد خمس اضعاف السعر في مصر. في مصر. طيب ليه المزارع بتاعي؟ انا بقى بنشد وزير قطاع الاعمال من خلال حلقتك هنا، ونفسي حضرتك تقدم له حلقه وتعمل معاه حوار. وانا بتعهد لوزير قطاع الاعمال مش لوزاره الزراعه. ان احنا ممكن مصر تكتفي ذاتيا من النهارده في القطن لقطاع لوزير قطاع الاعمال. بدل ما وزير قطاع الاعمال جاب اصناف قطن قصير كتير بيزرعها في الصحراء. صح. انا بقول له دكتور هشام نزرع شلل لو نادي دلوقتي قصير. ايوه هنزرع دلوقتي حالا في الصحراء. طب انا بقول له يا معالي الوزير اعتمد على الصعايده في قطن قصير كتير لمصانعك للصعايده بس، يعني من اول حركه الصعيد، من اول طب هل المصانع يا دكتور دي مهيئه للقطن طويل التيله اللي احنا بنزرعه في مصر؟ احنا نزرع، ما انا جاي الحركه اهو، المصانع اللي موجوده دلوقتي تنفع تصنع جيزه 95. انما ما ينفعش تصنع 96 و97 و86 بتاع بحري. بتاع بحري اه ممنوع تصنع. المكن ده غير مهيئ لاكسترا لونج اللي هو طويل جدا فائق الطول. ما ينفعش تزرعه، ما ينفعش تصنعه. فالمنوط منين ده؟ بقول لحضرتك بقى مناشده من حضرتك وانت راجل صعيدي، تبنى معايا شعبان ان الصعيد يعمل اكتفاء ذاتي من القطن قصير التيله لمصانعنا في الروبيك وفي الغزل وغزل المحل، ويبقى مصر تعرف توفر ما يقرب من 10 مليون ل 12 مليون امتار لمصانعنا المحليه. طب كده هنعمل نهضه في زراعه الصعيد. ده هيكون من خلال مبادره حضرتك، يعني احنا برضه عايزين علشان حتى لو وزاره قطاع الاعمال هتتابعنا او المزارعين نفسهم، لان في اسئله كتير، عاوزين نعرف ايه تفاصيل مبادره حضرتك لان احنا نخلي المزارع يقبل على زراعة أو استخدام أو الخوض في هذه التجربة. أما جيت أدرس موضوع القطن 95 في الصعيد، ليه ناس في أسيوط ما بتزرعش 95؟ سابوه خالص. وأنا نزلت آخر مرة في الصعيد ما يقرب من تلتين أرض في الصعيد في الصيف مبورة، فتزرع بتقعد مع المزارعين. مبورة؟ متبورة. ما بيزرعوش أصلاً أي حاجة. ما عندناش محصول اقتصادي صيفي يجيب إنتاج، قال لا كان قطن وعاف عليه الزمن. وبترحموا على ايام القطن من 20-30 سنه، اما كان فاتح بيوتهم زمان. كل الصعايده كل الفلاحين اللي بيتهم في اسيوط بيترحموا على القطن من 30 سنه، كان فاتح بيوت ويشتروا ويجهزوا بناتهم ويدخلوا عليهم مدارس ويصرفوا على طول السنه على صح صح. كان زمان كده. دلوقتي لما تيجي واجه الحال ايه؟ ان حد اقصى للفدان من 4-5 امتار فعلي بقى. ما بيجيبش ثمن زراعه القطن، ده ثمن جني القطن الشعبان في الصعيد 5000 جنيه. تمام، عشان يجمعوا الفدان بس. الانطار بيحصده من 10-12 عيل. فلو جاب 5 انطار يبقى عندك 60 عيل ب 6000 جنيه، العيل يومته 100 جنيه في اليوم. 6000 جنيه. اقل حاجة 100 جنيه. ده 100 ده اقل حاجة، ده في 150، انا بكلمك في الارقام مينيمم يعني. ف 6000 جنيه جالي قطن،
وزراعه وعماله وبذره وتقوي كل ده ممكن حوالي 6 كمان. الفلاح صرف له 12,000 جنيه. لو جاب 5 6 انطار ثمنهم 2000 جنيه ضاعت الزراعه. صح. فعمل ايه الفلاح؟ حساب القطن. قال لك احسن اقعد في الظل ولا شمس ولا جمعدان واسيب الارض ورايح الارض. ايه اللي عملناه دلوقتي؟ لو احنا ما عدناش حد اقتصادي للقطن مينيمم 14 امتار وانت طالع يعني نوصل ده اللي عملناه النهارده 18 امتار ومنوط من السنه الجايه انا بعاد اكون نوصل 20 امتار بمشيئه الله يعني ان شاء الله. وتيجي انت تصور معايا القصه دي من الزراعه للحصاد تمام، واعملها عندك في سوهاج كمان في محافظات الصعيد ان شاء الله باذن الله. انا متبني يا استاذ شعبان ان الصعيد يزرع ما يقرب من حوالي 600-650 امتار في الدان قطن. 650 الف فدان قطن. ال 600-650 الف فدان قطن دول بينضربوا في 18 امتار يكفي المصانع المحليه بنسبه 70% اللي هي مع التوسعات، انما يكفينا محلي دلوقتي ونصدر حالا بالوضع. انما عندنا مجمعين صناعيين هيخشوا فول كباستي تصنيع من 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 صيف 22. وزير قطاع العمل دكتور هشام توفيق بيقول المصنعين الروبيكي وغزل المحله هيشتغلوا فول كباستي من جون من يونيو 22. فلو ما كانش عندنا من السنه الجايه هستورد من بره، هضطر استورد ونستورد بارقام تتعدى 30 مليار دولار. رقم خيالي جدا في خزانه الدوله. طب نتكلم اكتر عن تفاصيل التجربه بتاعت حضرتك. ازاي وصلنا ل 18 قنطار في الفدان الواحد؟ التفاصيل بتاعتنا بدينا البذره بتاعتنا من اول الزراعه لغايه الحصاد كلها اسمده حيويه. عندنا سمادين كبار، سماد اسمه نوفا بلس ده معامل التربه يرفع خشوب التربه فوق ما تتخيل يا استاذ شعبان. فعندي انبات متجانس، ما عنديش بقى عالي وواطي. خد بالك كان زمان نزرع القطن عندك نبات طويل ونبات قصيره. فاضطر الفلاح يرقع القطن، يشيل قطن قصير ويحط بذره جديده يزرع. فبالتالي عندنا تفاوت في القطن. لا عندنا مع النوفا بلس كل النباتات ناميه بليفل واحد، مستوى واحد. مستوى واحد. الثانيه بدينا مجموع خضري عالي جدا في اول 70 يوم. بقى عندي مجموع خضري. احنا شفنا المجموع الخضري برضه في الفلاحين عمرهم ما شافوه. فالحين يقول لك عندنا قطن داخل على 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 180 سنتي. شفنا ده في سخه. وده في سخه حضرتك صورت فيه. ده بقى اكسترا لونج فائق الطول. انا بكلمك عن في الصعيد جيزه 95. انا عايز اوصل جيزه 95. احنا معانا الصور اهي. طول النباتات اللي حضرتك شايفها دي كان في الشيخ كمان. طول النباتات اللي حضرتك شايفها دي توصل 180 سنتي. بس عندي حجر لوز اللي هتشوفه بقى هنا. ده كان عمره قد ايه يا دكتور ده؟ كان ده متوسط حوالي 45 يوم، شهر ونص. ده كده. يعني ده 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 لسه صغير. بس اول ما اوصل 70 يوم يبقى عندي طول النباتات دي 180 سنتي. بس عندي عدد افرع سمريه ما حضرتكش نيجي تصورها هنا تعدي ل 14 فرع سمري. النورمال من 6 ل 8. خد بال حضرتك. الافرع السمريه اللي عندنا هنا ده كده ما جبناش 60 يوم كده لغايه دلوقتي. ستيل كده ما جبناش شهرين. لو كنا كمان شايفين الفرق بينه وبين اللي كان بين الكيماوي اللي جنب منه. ايوه فرق كبير جدا. ايوه كبير. اما نيجي نعمل في الصعيد خد بالك بيقابلنا بقى مشكله. احنا بنزرع القطن في الصعيد 15/3. فبيجي علينا 15/6 شديد الحراره. وقت تزهير القطن. ظهر القطن يا شعبان بتقعد يوم واحد بس وتقفل. لو ما اخصبتش ضاعت عليها لوزه. دي التركه في الموضوع. فبنرش سماد حي واسمه نوفا كي شبه كل ثلاث ايام. المزارعين في الصعيد ده خضري. خضري. رش. رش ورقي. ورقي. عشان نخلي الزهر كل زهر هتتكون كل يوم تقعد وتديني لوزه. اللوزه يبان في حوالي ثلاث ايام. ثلاث ايام تحسب منها 40 يوم دي لوزه مفتحه قطن كبيره. وزن اللوزه 3 جرام. دي برضو نقطه ثانيه. فبقى عندنا برنامج حيوي كامل ممنوع نرش افات. يعني لو انت سالت الفلاحين في الصعيد يقول لك عمري ما رشيتهم بيتحشري. من هنا خد بالك تكاليف المبيدات الحشريه في فدان قطن ما يقرب من 5-6000 جنيه. يقعد يرش المبيدات ب 5000 جنيه. انت كده خليته استغنى عن المبيدات الحشريه. نهائي. لو عملت حوار مع المزارعين هناك. طب احنا معانا احد المزارعين ممكن يدخل معانا يا دكتور. اتفضل. مهندس علي ابو الحارس. باشمهندس. السلام عليكم. اهلا بحضرتك من اسيوط. استاذ شعبان اهلا بيك. اهلا اهلا يا باشمهندس. باشمهندس يعني احنا بنتكلم على تجربه زراعه القطن في محافظه اسيوط وشايفين النتائج معانا على الهواء. يعني عاوزين تحكي لنا اكتر عن التجربه مع الدكتور محمد فتحي سالم من بدايه الزراعه حتى الانتاج وعدد او كميه الانتاج قد ايه. طيب تمام. انا في البدايه وايه الفرق الاهم علشان الناس تبقى واصله ليها الصوره، ايه الفرق بين السنه اللي فاتت من غير سماد حيوي ودلوقتي؟ طيب تمام. انا حابب بس ارحب بحضرتك وبحييك على البرنامج الشيق دوت اللي كله بنستفيد منه معلومات كثيره جدا. ربنا يخليك يا باشمهندس. وبرحب بالدكتور القامه العلميه الكبيره الدكتور محمد فتحي سالم منورين الدنيا. ربنا يخليك يا باشمهندس. اهلا اهلا.
الله يبارك في حضرتك. اولا انا اشتغلت على 4 فدادين قطن حيوي طبعا بمتابعه الدكتور محمد فتحي السالم وتعليماته. احنا كان عندنا نص المساحه دي فيها ملوح التربه والنص الثاني كانت ارض معقوله الى حد ما. تمام. اشتغلنا عليها في القطن بالنوفا بلس والنوفا كي. طبعا شاهدنا حاجات كتيره بالمتغيره عن حتى الزرع اللي انا زرعه بالاسمده العاديه جنبنا، يعني انا عندي التجربتين جنب بعض. التجربه الحيويه طبعا فرقت معانا اولا في قصه احتفاظ النبات بالميه، ان انا بقيت ممكن النبات اللي هو مزروع بنوفا بلس اقعده مثلا حوالي 20 يوم 25 يوم مش فارق موضوع الميه فيه. الحاجه الثانيه ان انا كنت ملاحظ ان النمو الخضري والجذري الاثنين دول قوي جدا، يعني اقلع الجذر بتاع النبات الاقي جذر قوي جدا ومتشعب. النبات عامل معايا نمو خضر. تمام. الناحيه الثانيه عامل معايا نمو خضر، ولكن جينا بقى لما خدنا النوفا كي والحاجات دي ضربت نسبه زهره عاليه جدا الناحيه دي، الناحيه الثانيه لا ما كانش فيه النسبه دي بالفاعليه دي. ابتديت يوصل معايا القطن بقى في الايام الاخيره وصل معايا مثلا ل 180 سم 170 سم عدد دوز طبعا كتير جدا ما شاء الله، وصل معانا انت بتعد اللوز اهو على الهوا معانا. طبعا لازم اصل ده حق للدكتور محمد بصراحه، انا لما الاقي حد ناجح في حاجه لازم كلنا نقف جنبه ولازم كلنا نشجعه ولازم كلنا نخلي الامكانيات اللي في ايدنا تحت امره. صح. عندنا الارض وبتفضوز مننا كل سنه، اتفضل يا باشا 4 فدادين اهم وشوف تجربه حضرتك عليهم، والله نجحنا ماشي، ما نجحناش يبقى لنا شرف في المحاوله زي ما بيقولوا يعني. طب وصلت الانتاج قد ايه يا باشمهندس؟ والله هو الانتاج متفاوت، عند الجزء اللي فيه ملوح التربه جايب معانا 14 والجزء الثاني وصل 16 ل 18. ما شاء الله قوه الا بالله. طب الناس او المزارعين في اسيوط بيقولوا ايه عن الاربع فدادين بتوعك؟ ما احنا يا باشا قلبين الدنيا ما شاء الله، انا كل المزارعين اللي جنبي كمان كل واحد يجي انت عامل ايه الحكايه، طب يا جماعه الوضع اهو بنعمل 1 2 3 بنعمل نوفا بلس بنرش نوفا كي بنحط سباخ بلدي متحلل، الكلام ده كله بنقوله للناس بحيث ان احنا نبقى نواه في اسيوط ان احنا ننقل للناس جنبنا انهم يتعلموا ازاي يزرعوا حاجه. لان انا جنبي برضه النبات مش زايد عن متر مثلا، وفي الناحيه الثانيه لما تعد فيه لوز مش متعدي 30 40 لوز. طب في سؤال ليك من الدكتور محمد فتحي سالم، اتفضل يا دكتور. يا استاذ علي. اتفضل يا فندم. عايزك تشرح للناس عشان حتى كله يستفيد ان القطن بتاعنا كام عامل بيحصده والقطن الكيماوي كام عامل بيحصده، والثانيه سهوله فصل القطن هنا وصعوبه فصل القطن هنا، قول لهم الفرق برضه. طيب بالنسبه للجمع ما شاء الله يعني هو كان عندنا الست اطفال اللي بيجمعوا قطن ممكن يجمعوا انطار في اليوم. ده كان بياخد مننا 10 ل 15 ممكن في لو اللوز قافل، ان انا عندي اللوز فاتح وسهل السحب. يعني يسحب اللوزه كمان ما تسيبش حاجه في اللوزه، القطن كله يطلع معاك مره واحده. فدي كانت بتفرق معانا طبعا في سهوله الجمع نفسها. بقى عندي من 4 ل 6 عمال ممكن يجمعوا انطار لان انا بشغل عمال بدل 15. بدل 15 او نقول 10 12 يعني هي كانت بتاخد معانا كده لما كان يبقى اللوز قافل معانا في الشعبان. وقت اكتر يعني عدد عماله اكبر ووقت اكتر. طبعا بياخد معايا عدد العماله اكتر، بس اللي انا برضه لاحظته ان تقليع القطن نفسه بقى لان انا عندي شجر عالي قوي جدا. تقليعه صعب بقى عن الناحيه الثانيه. مش مشكله التقليع يا دكتور مش مهندس اهم حاجه الانتاج. بقينا بقى نشد في الشجره بقينا اضطرينا نقطعها قطع من فوق كده وخلاص. شكرا جزيلا لك. انا بقى بشكرك يا استاذ علي على وجودك معانا في الصعيد. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. وانت والله ايقونه من ايقونات اسيوط، وربنا يجزيك خير على نشر الخير ده والعلم النافع ده للناس في الصعيد. بشكرك جدا والله. احنا قعدنا مع بعض يا دكتور وانت قلت خليها حسبه لله، فهي ان شاء الله حسبه لله وربنا يكرمك. لا احنا عاوزين الاهم كمان يا باشمهندس ان احنا ان شاء الله يا دكتور نتوسع في التجربه دي ونغطي ال 650. وانت مدعو معانا انت والاستاذ علي. نغطي عندك كمان يا استاذ شعبان في سوهاج لنا تجربه كمان ما تقلقش. عارف ان انا من سوهاج. طبعا يا باشا انا من احاجة من اكثر الناس اللي متابعينك يعني. ربنا يخليك يا باشمهندس، بشكرك وان شاء الله نكون عندكم في اسيوط قريب باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك، تحياتي ليك وتحياتي للدكتور محمد. شكرا جزيلا يا باشمهندس، شكرا لك. دكتور نكمل يعني، مزارع من احد المزارعين، كانت تجربه هائله جدا في محافظه اسيوط. يعني عاوز اعرف من حضرتك هل ممكن في ظل
اللي حضرتك قلته فيما يخص تعاون وزارة الزراعة أو تعاون الجهات المسؤولة بسرعة، ما هل يمكن إن احنا نطبق التجربة دي على 650 ألف فدان في محافظات الصعيد؟ وهل ممكن نعمل تعاونات بين حضرتك وبين الجمعيات الزراعية ويكون في وحدة إنتاج في كل جمعية زراعية وبيكون الطلب سريع؟ يعني هل في فكرة معينة ممكن من خلالها نطبق التجربة دي؟ أنا عايز نعمل مبادرة من خلال حضرتك مع وزارة قطاع الأعمال. إن وزارة قطاع الأعمال تتعاقد مع المزارعين في شراء القطن. إحنا كده كده وزارة قطاع الأعمال بتستورد قطن من بره للمصانع. المصانع اللي هي مفتوحة جديد، تفتح حديثا. طيب هل ممكن لو عملنا مبادرة نزرع من 600 ل 700 ألف فدان في صعيد مصر؟ بادئين من أول أسيوط لغاية أسوان. من لي أكتر؟ أنا مركز على القطن في أسيوط، هنا سوهاج، الأقصر، أخيرنا الأقصر. القطن ما بيجودش قوي في أسوان، ما بيجودش قوي. بس ممكن نعمل بعض المساحات في شمال أسوان، نأكله من حوالي أول ثلاث مجالات مركز نصر النوبة. أنا عملت سكرينينج الأصناف القطن اللي بوجود فين في الصعيد. المساحة المنزرعة دي لو 600 ألف فدان تكفي المصانع المصرية في توسعتها، ونعرف نوصل ل 12 مليون إنطار قطن بالإنتاجية العالية دي، وقطن أورجانيك. وأنا نفسي وزير قطاع العمل تشام بيه توفيق يدخل شريك أجنبي سويسري، هم ملوك تصنيع الأقطان الأورجانيك، عشان يبقى عند مصر قيمه مضافه من خلال حضرتك. ودي للفلاح، وانا مستعد اعمل الكونتاكت ده، والمصانع دي فيها كونتاكت بيرسونال كونتاكت معاها. ويا ريت انت حضرتك ترتب لقاء مع دكتور هشام توفيق، اعتبرني انا جاهز اي حاجه شعبيه تنفع ان شاء الله باذن الله. اكون في لقاء قريب مع حضرتك ونسجله كمان باذن الله. يشرفني، ده يشرفني. ونقدر ندي للفلاحين سعر عادل في انطار القطن ما يقرب من حوالي 3 ل 4000 جنيه، يعني نشوف انتاجيه ونحسب تكاليفنا، وانا ساعتها متبرع للدوله دي بالاسمده الحيويه بتاعتنا. ساعتها ممكن نعمل كده، نعمل ماس برودكشن من الاسمده للقطن بس، في نظير ان مصر هقول لك على رقم يزعل. تخيل مصر والشعبان اللي كانت رائده الاقطان في العالم، الانتاج العالمي بتاع القطن كام في مصر دلوقتي من السوق العالمي؟ احنا ما كملش 1% مثلا. والله بنجيب 1%، ما كملش. تخيل 1%. عندنا دول ناميه زي حالتنا. الهند سبقتنا كتير. دوله ناميه زي حالتنا اسمها باكستان. 10.5%. باكستان 10.5%، يعني القطن العالميا باكستان 10 اضعاف مصر. هل تتخيل كده؟ واحنا رغم ان اصناف الاقطان في مصر افضل بكتير من هناك. عاليه جدا. عاليه جدا. يا اخي سوريا في عز الحرب والحصار تخيل سوريا من صناعه الاقطان قد ايه؟ زراعه وصناعه الاقطان. تخيل رقم كام؟ 3.6. 3 اضعاف. سوريا قد كده؟ 4 اضعاف. ومصر قد كده؟ مصر علماء واراضي طب ايه السبب في ده كله؟ ايه السبب يا دكتور؟ يعني احنا عندنا تخبط في السياسات الزراعيه. تخبط عالي جدا. وانا اشوف كلمه قالها رحمه الله عليه الدكتور احمد زويل، الدول المتقدمه بتخليها ورا الناجح وتدعمه. احنا هنا لو انت ناجح تحس ان الدوله عايزه تفشلك. انا بقيت كده، انا يعني للاسف يعني بعد ما تعاونت مع بعض الزملاء في وزاره الزراعه بقيت عاتب عليهم. يا اخي انا بكلمكم وتعالوا نقعد نزرع مع بعض، تعالوا نشوف انا بضيف ايه في الزراعه وانتوا تضيفوا ايه معانا مع بعض، نساعد بعض. لا هم تحس ان عندنا هنا ما زال في فرق بين الوزاره والجامعه للاسف. يعني ما هو في صراع معروف بين يعني المراكز البحثيه. انا ما كنتش متخيل كده. انا متخيل لما اجي اقول لحضرتك تعالى احنا زودنا نص انطار زياده بس تيجي تقف معايا. صح. اما اقول لك زودنا ضعفنا الانتاج وشلنا، يعني هديك مثال، لما جم زملاء لينا من معهد بحوث القطن ما يفكروش ازاي احنا شلنا الكيماوي كله وشلنا المكافحه، المفروض نحط ايدنا في ايد بعض كده. نحط ايدنا في ايد بعض نعمل جينيك ماب للاقطان المصريه، خريطه وراثيه، نقول والله القطن يتحمل حراره عاليه نزرعه فين؟ يعني ينفع بقى. انا ليه حييت وزير قطاع الاعمال؟ الراجل طلع بره الصندوق وجاب اصناف قصيره تيله وراح زرعها في العوينات. قال خلي بتوع الدلتا دول يتخانقوا مع بعض، من انه عايز مصانع، عايز ماده خام، عايز يشغل مصانع. صح. تخيل حضرتك لما وزير قطاع الاعمال بيقوم بمصنعين كبار، وبحيي من الجيش المصري، وبحيي السيسي، وبحيي السيسي، وبحيي وزير الصناعه. الثلاثه دول لما عملوا مبادره وعملوا مصنعين كبار، تخيل احنا عندنا اكبر مجمع صناعي غزل ونسيج في مصر، في العالم كله هنا موجود دلوقتي. بس المشكله ان احنا مشغلينه بحاجه مستورده يا دكتور. أيوة. ما شغلوش بالمنتج المحلي. ما هو المنوط بقى من وزاره الزراعه ايه؟ انا بجري كوزاره صناعه. وزارة الصناعة لازم تجري ورا توضيف لي مادة خام. يعني ادي حضرتك مثال بالتوازي، نفس الكارثة دي برضه. احنا عندنا محصول اسمه السمسم. انت كنت تزود عليه زمان وهو بيتزرع في الصعيد. اندثر. نفس الكلام، نفس الكلام. هدي حضرتك مثال. احنا بلدنا قريتنا كانت بتزرع قطن وكانت بتزرع سمسم، دلوقتي المحاصيل دي مش موجودة أصلا. ليه؟ يعني دلوقتي في محصولين بس.
برسيم وقمح. اي ده بس وده غلط بس خلاص كده يعني. أيوة. لكن المحاصيل زي السمسم زي القطن زي المساحات دي والله يا شعبان المبادره دي لو الدوله عملتها نزرع 600 الف فدان احنا نكتفي ذاتيا من الزيوت 70% من القطن. شوف تخيل بقى متطلع على القطن كمان احنا بنستورد يعني 97% يعني 98% يعني انا مش متبني القطن بس الياف وفايبر اللي هي الياف القطن لا متبني منه لحاجة صناعتين تانيين صناعه الزيوت والعلاف حيوانيه طبعا. وشو احنا بنستورد قد ايه علاف ولا حد في ولا حد في الدوله بص بيجي يعمل سياسه زراعيه في مصر اجي اقول هل ممكن نقوم ننهض بالصعيد زراعيا ويبقى الصعيد هو الصعيد هو 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 الماده الخام بتاعه القطن هو الماده الخام بتاع الزيوت يعني انا وانا لو انا بقى بخطط للزراعه المصريه اقول لوزيره الصناعه تعالى اعمل لي مصانع زيوت في الصعيد لان عندك ماده خام ببلاش هعصر هعصر بس القطن ببلاش صح وانزل زيت القطن بدل ما اعمل استول. انت تخيل رقم احنا بنستورد الزيوت بقد ايه؟ احنا بنستورد 97% من الزيت بتاعنا. ادي رقم كده ادي رقم تخيل مش اقل من 10 مليار والله دولار. 16 مليار الدولار 16 مليار دولار زيوت نباتيه اللي هي كمان بسمنه صناعي انا بكلم مصريين وبسممهم يعني منوط ايه اجود انواع الزيوت زيت النخيل ولا زيت القطن في العالم كله زيت زيت الزيتون النخيل 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 جوده عاليه بكلمك على جود كواليتي بيتحمل الغليان زيت الزيتون يتحمل الغليان زيت القطن زمان اللي كان بينزل في التموين زمان وكان ده يتحمل عشان يتحمل ناس تقلي فيه بتنجان وكده تقلي مره واثنين وثلاثه انما زيت الزيتون ما يتحملش غليان انما زيت القطن يتحمل غليان نعرف نغلي فيه طعيخ الطعميه يا اخي ينفع انا اعمل بزيت مهدرجه اقلي الطعميه في الشوارع زيت القطن كان مولود بيعمل كان ليه كان زمان صحه المصريين كده فعندي كسب حيواني وعندي زيت مخرجات من زراعه القطن يعني صناعه بيشتغل فيها 18 قطاع اما اكلمك بقى القطن اما اجي تقول والله انا بعد 3 سنين من النهارده مصر عايزه مصانعها بس 12 مليون انطار قطن احنا بنستورد حوالي 2.2 مليون انطار ب 7 مليار دولار طب لو ضربنا الرقم ده في 5 اللي هي 12 اضربها 2.2 في 5 عشان يجي لي 12 مليون انطار يبقى احنا عايزين بالسعر العالمي 35 مليار ليه وزاره الصناعه مش عامله استراتيجيه ليه ما فيش تنسيق اصلا وفي شغل مشترك بس ده اللي قصدي عليه طب دكتور احنا علشان الوقت معانا عاوزين يعني احنا شفنا في اطار شغل حضرتك كمان في باي فاكتور ده محلول بيتم استخدامه للثروه الحيوانيه والدجاجه وشفنا الحقيقه فيديوهات عظيمه جدا لانتاج محترم في احد محافظات الصعيد في محافظه سوهاج عاوز تحكي لنا عن هذا المحلول ودوره في دعم الثروه الداجنه زي احنا صورنا في الثروه الحيوانيه اما دخلنا قطاع الدواجن الشعبان واحنا بندرسه فوجئت ان من 10-30% من اي مزرعه نافق يعني حد دخل مزرعه 1000 كتكوت يموت من 100 كتكوت ل 300 كتكوت دخل 10000 يموت من 1000 ل 3000 على طول قاعده تيجي تسال الناس هو قضاء وقدر ربنا ما قالش كده ربنا ما قالش ان في حيوانات تموت الا بسبب سوء تربيه وسوء علم انا ما عنديش علم بدليل ان اوروبا والشعبان من 2003 واخده قرار برلمان اوروبي وعايز ابعت لك برضه دي وترجم لك المسوده دي ممنوع استخدام مضادات حيويه في اعلاف الدواجن وميه الشرب ممنوع احنا في مصر لغايه النهارده بنستخدمه بغزاره كمان بكسره بوفره وبنسمم المصريين جزء منه تاني واحنا جايين بنعمل كده طيب النافق ده احنا ما عندنا اما جيت تشوف دي خسائر احد اسباب ارتفاع اسعار الدواجن في مصر تكاليف الدواجن صح هدي حضرتك مثال الكتكوت بتصرف عليه من 5-6 جنيه ادويه بيطريه ومسممه انا بسمم الكتكوت اللي باكله بدليل ان احنا وحللنا متبقيات المضادات الحيويه في الدواجن تلاقيها عاليه جدا جت لنا من المبادره اوروبا عامله ايه؟ اوروبا عامله اعتبروا اورجانيك برودكشن للبولتري انتاج دواجن حيوي بمعنى ايه؟ الطائر يشرب ميه ترفع جهاز المناعي بتاعه بدون استخدام اي مضاد حيوي دي اللي عملناها في البايو فاكتور بتاعنا سجلنا منتج في وزاره الزراعه اسمه فيت مسجل في وزاره الزراعه مسجل في وزاره الزراعه بعد عناء برضه هنا وزاره الزراعه من هنا جربناه مع الناس نتيجه طفره جدا النهارده كان عندي انا برضه نفسي تعمل معاه مداخله او تستضيفها مستهدف من دي صغار المربين انا عايز الست الارمله والمراه المعيله اللي بتربي 200-300 فرخه في البيت وتعمل دوره خليك دول تستضيفهم وتيجي تصور معاهم احنا نروح نصور ان شاء الله معاهم 85-90% من قطاع الدواجن كله اهالي اهالي ما عندهمش وعي قوي فعملنا ايه؟ بدينا بناس صغيرين وناس كبار اللي عنده احنا بنعرض كمان الفيديو يا دكتور اهو بسم الله ما شاء الله هو ده الفراخ دي عمرها النهارده 30 يوم وزنها تعدى 2 كيلو و300 جرام يعني الراجل النهارده مكلمني من سوهاج بسم الله ما شاء الله طفره والشعبان طفره
يعني انا بقيت مبسوط جدا. انا نفسي بس تعمل الفيديو بصوت. ده عمره قد ايه يا دكتور؟ ده 30 يوم او 32 يوم بكتير. نفسي نفسي استاذ محمد العيار يعني يخلي الفيديو بصوت. شوفوا الراجل بيعلق يقول ايه. خلي يا استاذ محمد الفيديو يعني بصوت فلاح صعيدي. يعني معتز من لغته. انا بحب دي قوي. لو ينفع يا استاذ محمد معلش. يعني راجل النهارده الصبح بيقول لي والله الدواجن دي اللي بتدعي لك، يقول لي الفراخ هي اللي بتدعي لك مش انا بدعي لك. دي دواجن عمرها 32 يوم بدون استخدام مضادات حيويه، وحيويه ومناعه عاليه جدا دي. وخد بالك بقى في صعيد مصر ومزرعه مش معزوله. هو هيرجع تاني بالفيديو دلوقتي. مش مزرعه مش معزوله. في القصه دي لازم اشكر يعني معايا تيم. يعني بتتعرض لامراض كتير وبتتعرض عاليه جدا. صح. لازم اشكره برضه في دي عشان مبقاش انا موجود كله منسوب عادي. انا معايا تيم متعاون يا استاذ شعبان مايكرو من حوالي 9 افراد. لازم اشكرهم من اصغر واحد لاكبر واحد، بدايه من هشام صلاح، طارق المرسي، احمد قطب، اسامه زعتر، دسوقي حشيش، هاني، مجموعه كبيره جدا. احنا دول اصدقائنا كلهم ما شاء الله يعني بيعملوا شغل. تيم عمل كبير محترم. جدا وانا بشكره. يعني النجاح ما ينسبش ليا، انا دوبك قائد بس الفريق، انما عندنا هنا تيم في القصه دي والناس معانا. احنا ممكن نسمع الفيديو يا دكتور؟ يا ريت يا ريت نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. النهارده عمر 30 يوم ان شاء الله. ده يا اخواننا والله استعمالنا طبعا ما فيش اي ادويه نهائي. ده الباي فاكتور بس بتاع الدكتور محمد فتحي سالم جزاه الله خير. بسم الله ما شاء الله، يعني مناعة حديد بسم الله ما شاء الله، ومعوي زي الفل، يعني حاجة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيه الراجل. يعني انا ما اديتش اي ادوية خالص والله العظيم، مفيش غير التحصينات اللي في المية بس، تحصينات المية بس، جمبورو ولا سوتا ولا هيتشنا والحاجات دي، لكن اي حاجة تاني مفيش. بسم الله ما شاء الله، حيوية ومناعة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ولا دواء ولا اي شيء. بسم الله ما شاء الله يعني. وعنبر عادي يعني، لا هو مكيف ولا الكلام ده كله، حاجة عادية خالص يعني ما شاء الله. اوزان وحيوية ومناعة ما شاء الله، حاجة حلوة يعني زي ما انتم شايفين. مشاهدينا شفنا فيديو، يعني يا دكتور فيديو الراجل بيتكلم بالفطرة وبيتكلم في حقائق، انه كمان العنبر لا مجهز والعنبر لا في يعني غير مجهز، وفي نفس الوقت مناعة قوية جدا ومفيش أدوية. فده ده يعني تطور رهيب في تخيل شعبان. تخيل لو العنبر ده مجهز واستخدمنا فيه البقى. قصة تانية تعليق بسيطة دكتور عشان احنا انا بحييك جدا. انا بس منوط والله اني احد مشاريع التنمية في الصعيد، لازم المزارع يبقى عنده دواجن تستره، مواشي تستره، زراعة تستره. احد اسباب ان دايما اقول لشركتنا احنا ساينتفك بيزد بيزنس، بيزنس مبني على اساس علمي. لازم المزارع ده لو كان تعرض لخسارة 10,000 فرخة من دي 30,000 فرخة، لو مات بس منه 3,000 الراجل ده يخسر خسارة فادحة. صح. فالمنوط منه، شوف تخيل واحد يكلمك في مزرعة زي دي عدى عليها 30 يوم بدون نافق و2 كيلو عشان ما نخسروش يا دكتور. لا هو لا هو ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يبارك له. حضرتك جدا. انا دايما بقول للناس عشان نبعد عن حسد، طلع زكاة الزروع بتاعت ارضك بتاع مزرعتك، طلعها للفقراء اللي جنب منك. ما برضه خد بال حضرتك، ممكن تكون حضرتك مزارع غني يا استاذ شعبان وانا اكون جنبك فلاح فقير. لو انت ما اديتنيش من الدوره دي 5-6 فخات اكلهم انا وعيالي، لازم ربنا يبتليك بامراض تانيه. صح. الزراعه كده لازم نرجع تاني للتكافل الاجتماعي. انا بقول للناس تكافل زراعي. بحييك والله في نهايه الحلقه. انا بشكر حضرتك جدا. مطور ربنا يخليك ان شاء الله دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا هنطلع نشوف تقرير مهم لاستكمالا لحلقتنا عن مزارع الطحالب. في الكثير من الاسئله وردتنا عن طريقة عمل هذه المزارع باعتبار ان هي غير موجودة في مصر بصورة كبيرة. هنطلع نشوف تقرير، وبعد التقرير هيكون معنا لقاء مهم عن طبيب واجه مرض السكر بحاجات بسيطة جدا، دون علاج، دون أدوية، دون مستشفيات، لكن بشوية ذكاء وشوية عمل وشوية اهتمام وانتظام. هنطلع نشوف التقرير وبعد كده هنرجع لكم مرة تانية.
مهندس انا عاوز اعرف من حضرتك من بدايه ما بتشتروا الطحلب او بتجيبوا الطحلب سلاله الطحلب حتى انتاج او حصاد هذا الطحلب، مصدر الطحلب سبايرولينا منين؟ يعني اول ما جبتوا هذا الطحلب وازاي عملتوا له عمليه تنميه واكثار؟ يعني هو السبايرولينا بشكل عام اول ما تم اكتشافها على مستوى العالم تم اكتشافها في تشاد، فهي ما زالت حتى الان السلاله البيور هناك في تشاد. احنا بنستورد من اكتر من مصدر من بره، بناخد السلاله الاول بنبدا نأقلمها عندنا هنا في تنكات مخصصه، بنبدا ان احنا نظبط لها الميديا بتاعتها لغايه ما تتاقلم مع الظروف الطبيعيه بتاعتنا مع الجو المصري، بنبدا بعد كده نزرعها في احواض باحجام كبيره بالشكل اللي حضرتك شايفينه. طب بعد ما بتجيبوا وبتعملوا لها اكسار، هل ايه طبيعه الميه وهل بتحطوها ازاي في الميه وازاي عمل هذه الاحواض، الطريقه الفنيه لعمل هذه الاحواض؟ احنا الميه لاي مكان بنروحه لازم الميه درجه ملوحتها بتكون اقصى حاجه 4000 جزء في المليون، ما تزيدش عن كده، فطبعا دي درجه ملوحه عاليه يعني ما بتستحملهاش نباتات كتير، فبالتالي دي بتكون كويسه لينا احنا في مجال السبايرولينا بشكل عام. الاول بملى الحوض كله، بعد كده بمده بالمغذيات والاملاح اللي الطحالب بتحتاج تتغذى عليها، وبعد كده برمي البادئات السلاله اللي احنا جبناها من بره اللي عملنا لها اقلامه نزلت في الحوض، وهنا بيجي دور بقى البدال اللي موجود ان هو بيعمل معايا حركه ثابته للميه، بيحقن معايا كميه الغازات اللي الطحالب محتاجاها سواء اكسيد الكربون او اي غازات الطحالب محتاجاها بيحقنها معايا، بيمنع الترسيب في الحوض لان مشكله الترسيب اي طحالب هتترسب تحت بتموت، لان الطحالب عموما بشكل عام بتعتمد على حاجه اسمها البناء الضوئي او التمثيل الضوئي، فعشان تعتمد على التمثيل الضوئي لازم تبقى على طول شايفه الضوء، عشان كده التقليب ده مهم جدا بالنسبه للسبايرولينا. بعد عمليه التقليب والبدال امتى بتتم الجمع؟ يعني بعد قد ايه بيتم الجمع وايه بناء على ايه بتعملوا جمع او بتجمعوا الطحالب وازاي بتعرفوا ان هي وصلت ليه او وصلت لمعدل نمو معين للحصاد؟ ده الاول بيكون عن طريق ان احنا بناخد قياسات درجه البي اتش للحوض، بنشوف درجه الكثافه، بيكون اختبار معملي لدرجه كثافه الطحالب في الحوض، بعد كده بنبدا في مرحله الحصاد اللي هنروح نشوفها دلوقتي ان شاء الله مع حضرتك. باشمهندس دي مرحله الجمع، عايزين نعرف اكتر عن مرحله الجمع، يعني بيتم بناء عليه وبتشتغلوها ازاي؟ احنا هنا الحوض الاول كل يوم ببدا ان انا باخد عينه من كل حوض عشان اشوف الكثافه في الحوض عامله ازاي. الحوض اللي بيبقى فيه كثافه فيه عاليه قابل للجمع بنبدا ان احنا نجيب عليه ادوات الجمع اللي هو المنشر بالنسبه لنا، الفلتر اللي موجود ده بيبدا العامل ان هو بيجيب الميه من الاحواض بيصفيها على الفلاتر. الفلتر ده كل مهمته ان هو بيجمع لي الطحالب بيخليها فوق ويصفي الميه لتحت لوحدها، فبترجع ريسايكلينج للميه ان احنا بنستخدمها مره واثنين وثلاثه في نفس الحوض تاني، فبالتالي دوره الميه عندنا بتكون عمرها طويل، والمشروع ده من اقل المشروعات اللي بتستهلك ميه، يعني مش بسبب المنظر الميه اللي موجوده دي يبقى انا بستهلك ميه كتير، لا، الحوض ده الميه بتاعته بتتغير مره في السنه بعد 6 أو 7 شهور انتاجيه بس. طب بعد ما يتم عمليه الحصاد اللي احنا شايفينها دي بيتم ايه المرحله اللي بعدها؟ يعني احنا هنا الحصاد بيتم ان الميه بالكامل بتنزل او المنتج اللي بيطلع عجينه فيها 40 او 50% رطوبه، بعد كده بتدخل على مرحله الكبس او العصر، بتدخل في مكبس بره هيدروليك هوريه لحضرتك ان شاء الله، وبعد كده بتدخل تقطيع سباكيتي بحيث ان هي تبقى شرائح رفيعه اقدر ان انا اجففها بسهوله في فرن التجفيف. بعد المنشر احنا بنجيب العجينه من على المنشر 40 ل 50% رطوبه، بعد كده بتتحط هنا في المكبس وما بنطلعهاش من المكبس غير لما تكون 20% رطوبه، بعد كده بتدخل على التقطيع هنشوفه دلوقتي اللي هو اللي جنبه على طول ده، يعني بتطلع من المكبس 20% بس رطوبه. بعد كده بتدخل تقطيع سباكيتي بتطلع بالشكل ده. بعد مرحلة المكبس اللي احنا شفناها دي ايه المرحلة التانية في خروج هذا المنتج؟ بيكون بعد كده تقطيع على مكنة الاسباكيتي، بيكون شرايح اسباكيتي او نودلز بالشكل ده كده، ده بيدخل بعد كده غرفة التجفيف على الارفف دي بالشكل النهائي ده لغاية ما بيتجفف جوه في درجة حرارة 55 درجة مئوية، بياخد من 3 لـ4 ساعات لغاية ما بننزع منه الرطوبة بيكون 0% رطوبة، وبيكون ده الشكل النهائي. طب وبعد بعد بعد هذه المرحله ايه اللي بيتم؟ بعد كده بيتشال من على الارفف دي وبيدخل في الطحن، بنطلعه احنا دور المزرعه هنا ان انا اطلعه بودر،
بودر جاف مطحون المصانع. بعد كده يطلع التصنيع. بعد مرحلة التصنيع دي بيكون فيها منتجات ايه؟ ابرز المنتجات اللي انتوا بتشتغلوا فيها او بتنتج عن منتجات؟ ابرز المنتجات عندنا كبسول، كبسول سبايرولينا، شامبو، بلسم، في شاي للتخسيس. دي ابرز الحاجات اللي موجودة عندنا. ليه بالذات طحلب اخترته طحلب سبايرولينا؟ ده لان هو فيه مالتي فيتامين متوفرة عن باقي او معظم الحاجات اللي حصل لها اقلامها هنا في مصر. في بروتينات عالية من اللي الجسم بيبقى محتاجها سواء في التغذية او في التجميل. شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس. اتشرفت جدا بحضرتك يا فندم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، نتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهاردة من أكبر مزرعة لإنتاج الطحالب في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مزرعة كبيرة جدا باستثمارات 20 مليون جنيه، هي الأولى من نوعها في مصر لشركة نور الهدى من أكبر الشركات التي تعمل في هذا المجال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. رغم ان هذا اللقاء يعني بعيد شويه عن موضوعات من سيزرع المليون او فكره البرنامج، لكن كان واجب علينا ان احنا نشير لهذه التجربه او لهذا النموذج في مواجهه مرض خطير جدا بيعانوا منه ملايين البني ادمين في مصر، ومفيش حل ليه او مفيش علاج نهائي ليه، لكن كلها حبوب او انسولين. احنا معنا الدكتور احمد، الدكتور حسام احمد شكر، وهو طبيب اطفال من محافظه كفر الشيخ. الحقيقه عاوزين نعرف من حضرتك ازاي واجهت مرض السكر من حقن الانسولين لعدم يعني تناول اي حبوب او انسولين دلوقتي، ازاي واجهت خلال الفتره اللي فاتت هذا المرض اللي صعب عند الكثير او في حتى الان في علاج نهائي ليه؟ اهلا بحضرتك يا استاذ شعبان، سعيد باللقاء ده، وان شاء الله نقدم نصيحه للناس تفيدهم باذن الله. باذن الله. حضرتك انا عانيت من السكر من عمر 28 سنه، وانا دلوقتي حاليا 43، انا بقالي 15 سنه مريض سكر. طبعا مريت بمراحل سيئه جدا، وعانيت من مشاكل كثيره جدا للسكر وكل مضاعفاته، من قدم سكري ومشاكل بالعين ومشاكل بالاطراف، وقصه السكر اللي بيعاني منها فوق يعني ما يزيد عن 15 مليون مصري ما زالوا بيعانوا من القصه ديت، وتحت يعني وطئه العلاج ووطئه التكاليف ووطئه كل شيء. فحضرتك انا بدات القصه دي من حوالي سنه بالتزامي بحميه غذائيه، والالتزام بالحميه الغذائيه او يعني حميه يعني نظام غذائي. النظام غذائي عشان الناس تفهم بس. النظام الغذائي ده هو بيعتمد على ان احنا بنتناول كميه نشويات قليله، ونعتمد في الغذاء الاساسي على كميه الدهون، بحيث ان انا ادي فرصه للجسم ان هو يتخلص من مقاومه الانسولين اللي بتقاوم العلاج اللي انا كنت بتناوله، وما كانش بيجي معايا نتائج وكان بيؤدي للمضاعفات. فالحميه او النظام الغذائي ده هو بيعتمد ان انا بتناول النشويات كميه نشويات قليله، في نفس الوقت كميه نشويات صحيه مش نشويات ضاره، لان في نشويات ضاره زي الدقيق وزي السكر وزي اللي هي الارز المكرونه المباشره. لكن النشويات الغير ضاره اللي هي نشويات بتبقى مختلطه بالالياف، زي النشويات اللي بتبقى في الخضروات، زي النشويات اللي بتبقى في البطاطا في القرع العسلي، القصه دي باخد منها كميه قليله جدا. بدات بالتزامي بالنظام ده هوت من حوالي سنه كده. مع نفسك يا دكتور يعني ما كانش في توجيه لحضرتك، ده النظام الغذائي انت عملته لنفسك؟ لان هو ده نظام برضو متبع، يعني كان نظام يسمى بالكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت.
والكيتوجينيك دايت نظام او واحد من انظمه الانظمه الغذائيه ضمن مجموعه تسمى الانظمه الغذائيه قليله النشويات. لكن هو يعني اصعب نظامهم او اكثر نظام صرامه. احنا معانا الصورتين كمان لحضرتك اهو. قبل ده كان الصوره اللي على اليمين دي كان في عند حضرتك على اليمين. ايوه طبعا كان في مشاكل قدم سكري وكنت بلبس حذاء طبي. ما قعدت لابس الحذاء الطبي 8 سنوات. طب ودلوقتي يا دكتور دلوقتي يعني دلوقتي الحمد لله بقى عن الحمايه الغذائيه بدات القرايات تقل وبدات اترك الانسولين واحده واحده. في خلال 6 شهور انتهت قصه العلاجات خالص وبدات اتناول الغذاء وقرايات السكر نزلت والسكر التراكمي نزل وكميه الدهون نزلت وكل مشاكل السكر تقريبا انتهت. يعني دلوقتي ما فيش سكر عند حضرتك؟ لا ما فيش نسبه سكر والسكر التراكمي اقل من 6 وده في العرف الطب طبعا حاجه كأنك انسان طبيعي ولله الحمد. فانا بنصح كل مريض سكر سمعنا دلوقتي او يعني اي حد بيعاني من السمنه لان السكر النوع الثاني هو سببه السمنه ان هو يبتعد تماما عن النشويات المباشره اللي هي النشويات اللي هي السكر والقمح الدقيق يعني والرز والبطاطس والنشويات المعقده والقلقاس وكذلك. لكن يلتزم بالنشويات او نسبه الكربوهيدرات في اللي هي محمله على فايبرز على الياف. انا بشكر حضرتك جدا دكتور حسام وان شاء الله يكون لنا لقاء كده مفصل علشان الناس مهتمه جدا بموضوع علاج مرض السكر. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور. ربنا يشفي الناس كلها. شكرا فندم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا وان شاء الله بالذات موضوع مرض السكر يكون فيه بعد كده حلقه اكبر او مطوله عن هذا الموضوع مع الدكتور حسام ويحكي لنا بالتفاصيل عن تجربته. شكرا جزيلا لكم. انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء ومعكم شعبان بلال.